هزيل وبأداء ضعيف وبمشاركة هي الأضعف للمنتخب التونسي من فترة طويلة، تونس تودع الكان بعد التعادل مع جنوب أفريقيا بدون أهداف. تونس اللي في ثلاث مباريات أحرزت هدف وحيد. تونس اللي هزيمة تعادل 1-1 تعادل 0-0 وتودع الكان بنسخة من وجهة نظري ومتابعتي للمنتخب التونسي من فترة هي الأضعف. المنتخب التونسي لم يأتي إلى الكان. المنتخب التونسي ما حضرش للبطولة. المنتخب التونسي شفناه في دورة طوكيو اللي كسبها وكسب اليابان بأداء مبهر، بيضيع في كوت ديفوار بأداء باهت وضعيف جدا جدا جدا. تونس وما أدراك ما المنتخب التونسي، وما أدراك ما قيمة المنتخب التونسي اللي كان مرشح في أي وقت أنه ياخد البطولة، ولكن بأداء هزيمة قاسية، ودي اللي القشة اللي قسمت ظهر البعير، هزمته من ناميبيا وبعد كده تعادل مع مالي وتعادل مع جنوب أفريقيا. بجد الواحد بعد الجزائر امبارح، النهاردة تونس تودع الكان. لايك وشير وقول لي رأيك في الكومنتات، وتعالى بقى نتكلم عن سبب ضياع وأداء المنتخب التونسي. بس قبل كل ده طبعا نصلي على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، وندعي لإخوتنا في فلسطين وفي اليمن وفي السودان. ويلا بينا نتكلم عن تونس الخضراء، يلا بينا. في البداية زي ما قلت لك مش هتكلم، يعني هختزل الأمور في مباراة النهاردة. لا النهاردة المنتخب التونسي، بكلام المذيع عصام الشوالي اللي كان بيذيع المباراة، بيقول لك انا مش زعلان ان احنا يعني اقصينا، ولكن الزعل ان احنا كنا مش موجودين وما لعبناش وما قدناش في ثلاث مباريات. المنتخب التونسي النهاردة امام جنوب افريقيا يعني صناعة للفرص، او الفرص اللي اتيحت قليلة جدا جدا جدا. المنتخب التونسي في ثلاث لقاءات هدف وحيد، عقم هجومي، مفيش. تونس لا عندها أجنحة حلوة ولا مهاجم قوي ولا نص ملعب قوي. دفاعيا ما دخلش فيهم غير جولين وجابوا جول واحد، انت متخيل؟ دخل فيهم جولين وجابوا جول واحد. تونس اللي في ثلاث لقاءات مش عارفة وما خلقتش فرص كتير. تونس بأداء باهت وباهت يعني من هنا لبكرة، لم تأتي لكوت ديفوار زي ما بنقول، وزي ما قال عصام الشوال وهنقول لازم إقالة المدير الفني. ايه اللي وصل تونس لكده؟ احنا لو بصينا على عدد المحترفين في تونس مش هنلاقي كتير، بعكس المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري اللي اقصي. بس المنتخب الجزائري لعب افضل من تونس، ولكن في هنا محترفين وفي هنا محترفين، لكن المنتخب التونسي قليل، او المحترفين ليس بالجودة، يعني المحترفين اللي موجودين ليس بالجودة اللي موجودة في المغرب ولا الجزائر ولا مصر حتى. ف يعني حتى الأندية التونسية بقالها فترة أكتر من 4-5 سنين في حتة يعني مش مكانتها. الترجي ليس هو الترجي، النجم ليس هو النجم، الإفريقي يعني الصفاقسي ليست بالقوة المعهودة، وده بيأثر على المنتخب. وفعلا المنتخب التونسي بلا هوية، بلا هوية في هذه النسخة. المنتخب التونسي اللي ما طلعش من دوري المجموعات من 2013 النهاردة بيطلع من دوري المجموعات بأداء ضعيف وضعيف جدا جدا. مفيش وهب الخزري، مش موجود وهب الخزري اللي كان اسم كبير. هنا بعل اللي كان ليه مستقبل اعتذر وقال لك مش لاعب خلاص. يعني حتى اللعيبة اللي مسكني السن، لازم لعيبة، مفيش مهاجم في تونس. تتفرج على الجزيري، الجزيري نازل يقع،
الجزيري نازل يمثل، الجزيري مش نازل يلعب. تونس نص ملعبها فين؟ نص ملعب تونس اللي كان قبل كده فين؟ الاسامي الرنانه. فصراحه نشاطر اخواتنا في تونس والجمهور التونسي الحزن، لان فعلا المنتخب التونسي في حاله هي الأسوأ وحاله يرسلها. هارد لك لاخواتنا وجمهور منتخب تونس، القادم افضل ان شاء الله. كده انا بكون وصلت معاكم نهايه الحلقه، ودمتم في امان الله. سلام.